جزيرة جيرسي في بحر المانش استيقظت على صدمة كبيرة على خلفية الجريمة التي راح ضحيتها 6 أشخاص تعرضوا إلى اعتداء بسلاح الأبيض، من بين الضحايا 3 أطفال. الشرطة ألقت القبض على شاب يشتبه في ارتكابه لهذه الجريمة. الذين قتلوا هم جيران مقربون، إنها صدمة كبيرة، تقول هذه السيدة. نتحدث إليهم، وكثيرا ما تذهب والدتي لتحيي الأطفال، إنها تحب الأطفال كثيرا. وقد قتل 5 أشخاص على الفور بينما توفي السادس في المستشفى بعد عملية جراحية. ولم يسبق لجزيرة جيرسي أن شهدت جريمة مروعة بهذا الحجم.